أستاذ، رحت للسوق؟ ما رحتش للسوق. كيف لقيت الأسعار تاع الخضر والفواكه هذا الأسبوع؟ الحقيقة معقولة، نعم، معقولة أسواق، يعني بصراحة يعني الأسعار الأسعار معقولة. تاع الخضر والفواكه لا راهي موسمية، راهي معقولة ولا ما راهيش موسمية؟ راهي شوية مرتفعة. طبعا ما نتكلموش على التفاح لأنه مش الموقف، يعني نعم الموعد تاعه، نعم ولكن إن شاء الله عما قريب يدخل التفاح يولي رخيص. نعم باقي تفضل. باقي الخضروات قاع رخيصة. نعم، الشباب لما حابين يدخلوا المجال زراعة الموز، نعم، وش النصيحة اللي تعطيها لهم؟ احنا الهدف نتاعنا ان شاء الله يكون وقوف وزارة الفلاحة توقف معاهم حتى نكتفي ذاتيا. نعم، ونبدأ في التصدير، وانا نشجع الشباب يزرعوا الموز. نعم، المشاكل والمصاعب اللي تلقاهم في هذا المجال؟ ما كانش مشاكل. نعم، ما كانش، الحمد لله، فقط الحرص على الحفاظ على درجة الحرارة في البيت بلاستيكي. نعم، هذا ما كان. واليد العاملة؟ اليد العاملة يعني يمكن تحتاج في الإقطار الواحد تحتاج 5 4 عمال، هذا ما كان. يعني احنا نخرجوا للميدان عند الفلاحين يشكيوا ويقولوا لك اليد العاملة راهي ناقصة. اليد العاملة غير موجودة. نعم، غير موجودة، يعني شبابنا ما حبوش يخدموا. انت راك تقولي اليد العاملة الشباب ما يحبش يخدم، انا نقول لك لا، عندنا الشباب ما شاء الله يعني يحب يخدم، وكاين نقولوا 1 ولا 2% اللي ما يحبوش يخدموا في مجال الفلاحي. والله أزمة. نعم، والله نقول لك بكل صراحة أزمة أزمة، وحتى وتخدم الشاب ما يخدمش السوايع تاعه. نعم، يعني اللي خدم نص النهار نص سوايعه راك مليح. نعم، نقدروا نعرفوا يعني الشباب كي يجوا ينحوا يعني الموز شحال يقدروا يخلصوا في النهار؟ والله شوف، إذا كان الناس اللي يخدموا بالنهار، نعم، يدي 150 ألف، 170 ألف. نعم، والشهر يدي 3 مليون ونص تقريبا، أو هالحدود.